بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الكرام. اليوم سأقدم لكم خليط النحل بطريقة مميزة وحصرية، بحيث سأدخل الكريمة في مكونات العجين. تابعوا معي المقادير وطريقة الفريدة للإعداد. لهذا الغرض سنحتاج إلى نصف كيلو من الدقيق، ما يعادل 4 أكواب تقريبا، نصف لتر من الحليب، 2 من أصفر البيض، 50 غرام من الزبدة ما يعادل 3 ملاعق طعام، 70 غرام من الحليب المركز المحلى ما يعادل 3 ملاعق طعام، 40 غرام من السكر ما يعادل 5 ملاعق طعام، ملعقة طعام من خميرة الخبز ما يعادل 15 غرام، نصف ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة طعام من مبشور قشر الليمون مع البرتقال. بسم الله على بركة الله. سننتقل الآن إلى تحضير الكريمة التي تدخل في أساس العجين. لهذا الغرض سنحتاج إلى أن نضيف ثلث الحليب إلى إناء ونحتفظ بالثلثين. سنقوم بإشعال الموقد على نار هادئة، سنتركه حتى الغليان. في إناء آخر سنضع أصفر البيض ونضيف له السكر. سنقوم الآن بإدماج البيض مع السكر. نستمر في التحريك حتى يتغير لون الخليط ويصبح لونه فاتح. الآن بعد غليان الحليب سنضيفه إلى خليط البيض مع السكر مع الخلط. سأضيف الآن ملعقتي طعام إلى الخليط، ملعقتين مملوءة على هذا الشكل، ونخلط حتى تندمج جميع العناصر. للتنسيم كذلك سأضيف الآن مبشور قشر الليمون مع البرتقال، فهذا ينسم الكريمة التي هي أساس العجين. إذن بعد خلطنا للعناصر جيدا سنرجعها الآن إلى الإناء ونتركها على النار. حتى تصبح ذات قوام متماسك. دائما مع الخلط. حتى تتكاتف لنا الكريمة. فهذه الكريمة هي شبيهة تماما بكريمة الباتيسير أو الحلواني وكذلك الكاسترد. إذا نلاحظ بأن قوامها بدأ يتماسك ويصبح كثيف. نستمر في الخلط. إذا نلاحظ بأن القوام أصبح كثيف. سنقوم الآن بإطفاء الموقد. سنقوم الآن بإزالته ونضعه بإناء. نضع الكريمة حتى تبرد جانبا. نضع في هذه الأثناء الخميرة بالحليب الدافئ. نقوم بتحريكها قليلا. يجب أن ندفئ الحليب قليلا، لا يجب أن يكون باردا ولا سخنا، يجب أن يكون دافئ كما أشرت، ونتركه جانبا. على بركة الله سنبدأ في العجين. أولا سنقوم بإضافة الملح للدقيق ونقوم بخلط الدقيق مع الملح، نتركه جانبا. نضع الآن الكريمة بإناء العجن. سأضيف خليط الحليب مع الخميرة، كذلك الحليب المركز المحلى. نقوم بخلط العناصر حتى تندمج جيدا مع بعضها البعض بسرعة منخفضة. إذا سنشرع على بركة الله. سنضيف الآن الدقيق تدريجيا إلى الخليط بسرعة منخفضة. سنقوم بإدماج العناصر مع بعضها البعض، وللإشارة يمكننا كذلك العجن بأيدينا. سنقوم الآن بالخلط بسرعة منخفضة ونضيف الدقيق تدريجيا. سنضيف الدقيق تدريجيا حتى نتمم الكمية المتواجدة لدينا. إذن بعد اندماج الدقيق مع باقي العناصر سنضيف الآن الزبدة. نستمر بالعجن.
بعد اندماج الزبدة مع الدقيق وباقي العناصر، بعد ذلك سنقوم بتسريع عملية العجن. سنقوم الآن بجمع العجين. كما تلاحظون بأننا قد حصلنا على عجين مطاطي. سنقوم بجمع العجين ونضعه الآن بإناء آخر نظيف ونتركه يرتاح مدة ساعة تقريبا حتى يتضاعف حجمه. بعدما انحسر العجين وتضاعف حجمه سنقوم الآن بإزالته. نضعه على سطح نظيف. نستعين بالقليل من الدقيق. سنقوم بتقطيع العجين إلى جزئين أن بتشكيله على هذا الشكل. نقوم بلفه قليلا وتمديده. إذن سنقوم بتقسيمه إلى أجزاء متساوية. سنقوم بتقطيع العجين إلى جزئين متساويين، بعد ذلك كل جزء سنقوم بتقسيمه إلى جزئين متساويين على هذا الشكل. حصلنا على هذا، سنقوم بتقسيمه هكذا. دهن إناء الفرن بالقليل من الزبدة. سنقوم الآن بتشكيل كويرات، يمكنكم أن تقوموا بحشوها على هذا الشكل. وبنفس القياس سنقوم بتشكيل كويرات أخرى، سنضعها بمركز الإناء. إذا نستمر في تشكيل الكويرات. نضعها بجانب الكويرة الأولى المتواجدة بالمركز، إلا أننا نترك بعض الفراغ حتى نترك مجال لاختمار الكويرات. إذا نستمر في تشكيل الكويرات كما قلت بنفس الحجم، ونضعها بمحيط الكويرة الأولى المتواجدة بالمركز. نستمر بنفس الطريقة وبشكل دائري حيث نحيط الكرة المتواجدة بالمركز على هذا الشكل، ثم نقوم بإحاطة هذا الجزء بكويرات أخرى موزعة بانتظام. بعد انتهائنا من تشكيل كويرات عجين خلية النحل، كما تلاحظون قمنا بتوزيعها بشكل متناسق. سنقوم الآن بتغطيتها بمنديل نظيف ونتركها حوالي ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها. بعد اختمار عجين خلية النحل سنقوم الآن بتحضير الفرن بدرجة حرارة 180. يجب أن يكون ساخنا من قبل. قد هيأت خليط من أبيض البيض والحليب. سنقوم الآن بدهن عجين خلية النحل. سأقوم الآن بالتزيين بالقليل من حبوب البابو وهي اختيارية، يمكنكم التزيين بالسمسم أو تركها كما هي. سأقوم الآن بإدخالها إلى الفرن الساخن مسبقا بدرجة حرارة 180 مدة 20 دقيقة بإشعال الفرن ثلثي المدة من الأسفل والثلث المتبقي من أسفل وأعلى. الآن بعد مرور 20 دقيقة سنقوم بإخراج خلية النحل. خلية النحل أصبحت جاهزة بالهنا والشفاء. سأقوم الآن بسقيها بعسل القطر، ستجدون الرابط بالفيديو. يمكنكم كذلك دهنها بالقليل من العسل الطبيعي أو بالمربى. لاحظوا معي قوام خلية النحل وطراوتها كما تلاحظون معي من الداخل. إذن هذا هو قوام خلية النحل كما تلاحظون، فهو قوام جيد إسفنجي بالهنا والشفاء. تابعوني على قناتي المتجددة والتي تحترم أذواقكم. لا تنسوا الإدلاء بإعجاباتكم وضعوا تعليقاتكم واشتركوا بقناتي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.